هوية بريس. السلام عليكم أيوب المرنيسي. أنا هنا في السوق نتاع السيارات، بالفعل كنقلب في السيارات وكنبيع ونشري، وعندي صفة واحدة أخرى اللي هي أنا طالب، لازلت طالب، طالب نتاع الاقتصاد، كنوجد دكتورة في الاقتصاد، وهذه عندي هواية من الصغر زعما نتاع البيع والشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم راه وصانا على التجارة، والتجارة خير من الإجارة. عندي ديك لافيب كوميرسيال عندنا في العائلة اللهم بارك، والتجارة راه يكذب عليك الكذاب، حنا ديما كنقولوا الحمد لله، راه كتدخل السوق كتاكل على الله، كدير دعاء نتاع السوق، كتدخل في الصباح وتوكل على الله، التجارة ديما محركة على 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 دور العام، يعني يكذب عليك الكذاب. غير كاين جوج الأنواع نتاع البيع والشراء، كاين اللي كيصدق في البيع والشراء ديالو وكيقنع يعني بما قسم الله، وكاين اللي كيطمع بزاف، وكاين اللي كيبغي يشمت بنادم، وكاين اللي عنده شي حاجه خصو يتفك. لهذا كنصح اي واحد جا للسوق وبغى يشري شي سياره يجيب معاه واحد ما فيها باس، يجيب معاه الميكانيسيان ديالو صاحبه، يجيب معاه طولي يقلب يضرب الطوموبيل، يشد بها الطريق محقو، يدير فيها المازوت يشد بها الطريق، يدور بها في وسط المدينه كيشوف لي كويت السخونيه. هادو كان نصائح للانسان يمكن يشوفهم. يعني الارتفاع ديال الغازوال واش ما اثرش على البيع ديال الطوموبيلات؟ وفعلا يعني هو كاين هنا كاين واحد التاثير على الثمن تاع بيع السيارات، ولكن ماشي تاثير مباشر. علاش نقول لك؟ علاش؟ لان المليح ديما شاد في ثمنه، الطوموبيل ما غاديش يمكن تطيح بسبب المازوت راه غلا، الطوموبيل مصير عليها راك ما غاتمشيش تضيع فيها فلوسك وغتعطيها باش ما كان، عارف راسك عندك حديده نقيه كتشد في الثمن ديالك الا كنتي باغي تفك. ولكن كاين اللي الله يحسن عونه اللي ما بقاش كيقدر على المازوت، الطوموبيل غير منزلها كيقول اللهم نبيعها، لا فيزيت فيها، فيها الضرائب ديالها، فيها هذا، يعني كيقول اللهم نبيعها وندير شي دراجه ناريه ولا ندير شي دراجه كهربائيه وهذا، وكيبيع الطوموبيل ديالو. يعني دابا كنعرفوا كاين واحد الازمه عالميه وارتفاع في الاسعار، واش هادشي واش كاين اقبال على الطوموبيلات ولا ما كاينش؟ هو اي واحد خدم كيقلب على سياره، اي واحد تزوج كيقلب على سياره، اي واحد عنده ولاد كيقلب على سياره، يعني الازمه راها كاينه كاينه، ولكن الانسان راه حنا مغاربه والمغربي راه كيعيش في اي ظرف كان، هذه راه معروفه فينا، يعني الواحد كيزير راسه وكيشنق راسه، حنا شانقين راسنا وكنقولوا الحمد لله، وكيجي يشري ديك السياره للاسره ديالو، زعما راه واخا الازمه كاينه راه الانسان كيزير راسه وكانت عايش وصافي. بالنسبه للسوق شنو الانواع ديال الحديد اللي فيه؟ يعني واش كاين عربات فاخره ولا يعني هادشي مختلف؟ واشنو غنقول لك؟ على حسب ما كنشوف انا ما كاينش شي عربات اللي فاخره بزاف، زعما داكشي اللي مجهد كيكون في لي كاراج. هنا كاين حديدات نقول لك الثمن تقريبا راه هنا من 3 د المليون تقدر تطلع ل 20 24، هذا هو الماكسيموم تاع الثمن. هوية بريس.